أنا أقول لك بمهنية، أين هذه الخطة وهم في محور تل الهواء، محور جنوب غرب مدينة غزة، 5 أيام الدبابات تحاول، هو محور إن هذا المنطقة يعني معروفة هنا في غزة، منطقة راقية يسكنها يعني بعض العائلات الموظفين وغير ذلك، يعني وأخذيت منذ اليوم الأول، ولكن المقاومة متواجدة فيها. لو كان هناك خطة عملية حقيقية لدخلوها منذ 5 أيام، منذ 5 أيام مقابل عشرات المقاتلين، وهذه الدبابات تتقدم كل يوم 20 إلى 30 متر ليس أكثر. أين هذه الخطة؟ هم يعتمدون على القصف الجوي العنيف الذي يدمر كل شيء. الخطة في الشمال الغربي، أين هذه الخطة؟ حوالي 12 يوم لم يستطيعوا الوصول إلى داخل أي حي من أحياء مدينة غزة. نعم هناك التفاتة باتجاه الشرق، يعني القوات الإسرائيلية ربما كانت تتحرك من خلال المحور الشمالي الغربي، شارع الرشيد أو شارع البحر كما يعرف. الآن هناك التفاتة باتجاه الشمال الشرقي، باتجاه ما يعرف بمرج الزهور ومنطقة دوار القوقة في قلب مخيم الشاطئ من الناحية الشمالية. حتى الآن لا يوجد تقدم، ونادي الصداقة وغير ذلك. هم يريدون الالتفاف باتجاه الشمال الشرقي وصولا إلى الشارع القريب من شارع الشفاء، ولكن من الناحية الشمالية. يعني هم يريدون اختصار المسافات عن ما هي عليه الآن. لو استمروا على شارع الرشيد ربما تستمر معهم العملية وقت أكثر. يريدون الالتفاف باتجاه شمال شرق مخيم الشاطئ وصولا إلى مشفى الشفاء. يبدو أنه الهدف الأساس، هذا واضح جدا، القصف الجوي القريب من هذا المشفى. قنابل الإنارة حتى الفجر وهي تلقى فوق المشفى مباشرة وليس بعيدا، يعني ليس في مسرح العمليات الذي ربما تستمعون إلى إطلاق النار فيه هنا جنوب غرب المنطقة التي نجلس فيهم. يلقون فوق المشفى مباشرة، وحتى القذائف تسقط قريبة جدا من هذا المشفى. على كل حال المقاومة لا في موجودة على الأرض تقاتل، تمنع التقدم السريع. نعم هناك تقدم محدود ولكنه ليس سريعا، أمطار كل يوم، وهذا يأخذ العملية إلى مدى أطول، وهذا يلحق خسائر أيضا حسب بيانات المقاومة بقوات الاحتلال، سواء على مستوى الجنود أو مستوى الآليات، الذي ربما حسب إعلان القسام وحده بالأمس كان هناك حوالي في يوم واحد 13 آلية من المركبة 4 والمدرعات. في العموم المقاومة ما زالت موجودة تقاتل بقوة، الجبهات ساخنة، وليس لا يوجد هناك اختراق حقيقي داخل المناطق السكنية والعمرانية حتى هذه اللحظة.